هنا في جنيف وبعد انتهاء الحرب العالمية الأولى أسست عصبة الأمم، وهي الهيئة التي سبقت الأمم المتحدة. بعد مرور 100 عام لا تزال سياسة الحياد التي تنتهجها سويسرا تجعل منها منبراً مثالياً لمناقشة السلام العالمي. لهذا السبب تستضيف جنيف منتدى كرانس مونتانا منذ 30 عاماً، حيث يجتمع كل عام قادة الحكومات ورجال الأعمال وممثلو المنظمات الدولية لتبادل الأفكار وتعميق التعاون الدولي. ينظم هذا الحدث عدة مرات سنوياً، وفي كل مرة تستضيفه مدينة مختلفة من أجل توفير حوار دائم بين صناع القرار في القطاعين العام والخاص. لا يحمل المنتدى بعداً سياسياً، نحن ببساطة نختار موضوعات تتعلق بالأحداث الجارية في العالم. كانت مهمتنا في البداية إنشاء جسر بين الدول الديمقراطية الجديدة في أوروبا الشرقية وبين الغرب بعد سقوط الشيوعية. حالياً يشمل نشاطنا بلدان الاتحاد السوفيتي السابق وأوروبا الكبرى والشرق الأوسط والخليج وإفريقيا. Le Moyen-Orient, le Golfe et l'Afrique. مع تزايد التوتر الجيوسياسي في العالم، طرح منتدى كرانس مونتانا السؤال التالي: هل أصبح السلام والتنمية والاستقرار مجرد أحلام؟ للإجابة على ذلك لابد من النظر باتجاه البحر. منتدى كرانس مونتانا أطلق هذا العام مبادرة جديدة للتعاون في شرق المتوسط من إيطاليا إلى روسيا مرورا بأذربيجان. بلدان البحرين الأدرياتيكي والأسود تملك الإمكانيات لتلعب أدواراً رئيسة في مسائل التكامل الإقليمي والتنمية الاقتصادية. يمكنك أن تتخيل البحر كطريق سريع يمكن استخدامه لتطوير التعاون بين المناطق، على سبيل المثال لاعتماد أدوات التسهيل التجاري أو لوضع أنظمة للتنمية المتوازنة مثل الاستثمارات في منصات لوجستية متعلقة بالقنوات البحرية. إن البحار تلعب دورا في الوسط بين العلاقات التجارية والعلاقات الدولية. كما كان الحال في عصر المستكشف ماركو بولو، لا تزال ممرات الشحن البحري تملك أهمية كبرى بوصفها منصات للتأثير. وحالياً لدى الموانئ الإيطالية على البحر الأدرياتيكي القدرة لتكون نقاطاً أساسية لربط الشرق ببقية العالم وخاصة بإفريقيا. ربط طريق الحرير مع غرب إفريقيا أمر يسعدنا جداً، لأنه يفتح آفاق التجارة في المنطقة ويساعدنا في تحسين مواردنا المالية وخلق فرص عمل يحتاجها مواطنون الشباب. الاتصال لا يخدم منطقة واحدة بل يعود بالنفع على الجميع، لذا يجب التركيز على الاتصال لدى وضع أي استراتيجية تتعلق بالنقل أو بالعلاقات الدولية. كما أن الوقت من ذهب، وادخاره سيجعل الممرات والطرق والشبكات أكثر تنافسية. هل السلام والتنمية والاستقرار مجرد أحلام؟ البعض قد ينغلق على نفسه بحثاً عن إجابته الخاصة، لكن العديد من الناس يفضلون الانفتاح على بقية العالم لإيجاد إجابة مشتركة تعود بالفائدة على الجميع.